لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيتما ديستما مرحبا بكم جميعا. تكلتي الله حماسة السلسلة فقه الطهارة لسي السكري قد تموسن أستسن إن شاء الله. الدرس هذا يعني الدرس ويس منيا يعني ويس تام أجنسوا الحماسة الحكم المسح على الخفين أو الجوربين أو ما يسمى بالدارجة تقاشر. وكان إن شاء الله المسح على الخفين يقام مشروع المسح الدين الإسلام. ما يقام الخف، الخف يقام عبارة يقام الجلد كانت فين العرب، العرب حماس العهد النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم أرد صياب الحماس من الجلد يرمان هاد الجلد البهايم زودي الغنمين زود المعزي أرقي السكر الجلد نص الخفان، الخفان نرت للساني دار نص نرت السسان. وكان التنفت تمساح وقت اللي طدا يعني الوقت اللي مسان مسان خفاف النا حماس الصحراء عرف لازم تمساح يجوز لازم تمساح. وانا كان الخوف الجورة بقات تقشيرة تقاشر. وكان نشكن يجوز حماس الشرع تدل في اللاسة الآية اللي حين ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. القراءة تقع يعني لقس الخفض وأرجلكم إلى الكعبين. كان فنان العلماء لا يدد تدل فمس المسح. وكان نشك النهدي سبعين الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث همس السنة العملية ما سيمسح فمس الخفين كذلك يمسح فمس الجوارب. كذلك إلا قيس الحديث من جرير يعني حماس الصحيحين حديث جرير بن عبد الله البجلي كتين الصحابي وقت اللي طضى أريد تمسح فماس الخفين سقصت يعني يان يان الصحابي كان ربما كان تابعي إنيز زرت تمسحت فماس الخفنا إنيز أن الرسول صلى الله عليه وسلم زرحت يطضى يسكر غيقات اللي يسكره بمعنى أنه يمسح فماس الخفين. كذلك إلا قيس الحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه من الصحابي إنك كتن الرسول صلى الله عليه وسلم راح يتأمر راح يتيني هذه ربي تسافر التمساح فماس الخفين ثلاث أيام. أما ولي قام المقيم فلازم التمساح يوما وليلة يعني 24 ساعة النهار كامل راه التمساح ولي قام المقيم يعني ولي لا حتى ما زيرت ولي يسافر ولا والو وضع غير 24 ساعة عرف لازم التمساح. أما ولي سافر ثلاث أيام ثلاث أيام يسكر الشرع أفل أي التمساح فوش كنا. كذلك لسه الحديث سيدنا علي إنك إن كليز ديوا إشكال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني ولي سافر ثلاث أيام المقيم يوز. كذلك ينقل ابن المنذر رحمه الله كذلك يعني ابن قدامة المغني نقل كذلك ابن حزم رحمه الله نقل الإجماع الأمة الإسلامية ما يجوز المسح على الخفين مش كنا يجوز في الناس المسح. كذلك الأدلة المسح على التقاشر يعني الجورب بينه يعني إلا قيس الدليل ما يجوز في الناس المسح تشكيل العدد لان البعض اللي تمنع يعني نشكد يعني ربما وركم مثلا وركم الاحاديث وركم الاحاديث منهم الامام مالك رحمه الله رتني ورجزة مسح التقاشر الجوارب. كذلك البعض العلماء اللي تتبعني نحن شكلنا ربما لكم الحديث ربما ورتني لكم الله اعلم. المهم هاتي لاقيس الحديث رواتي ابو داود الترمذي حديث صحيح الامام الالباني رحمة الله عليهم جميعا الحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. النعلين كانت طرزين إنك الصحابي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ زرحت يتوضأ يمسح فمس الجوارب يعني تقشر كذلك يمسح في النعلين يعني طرزين يزن التيني. كذلك ينتبع الحديث الأزرق بن قيس ينتبع إنك رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أحدث فتوضأ ومسح على الجوربين
فقلت له: أتمسح عليهما؟ فقال: نعم، إنهما خفان لكن من صوف، لكنهما من صوف. تابعيات إن سيدنا أنس إن زوايا أردت مسحت فمس مختنا كانت بردي كانت الصوف. إن سيدنا أنس بن مالك يه فلازم تمسح حشو كانت الخفين ولكن الخف من الصوف، يعني ولي تصنعني تصيب انت حماسة الصوفة الصوفة ولا الثوب، المهم نحل الخيط، المهم السكاك كنت ميت كنت زوز تقاشر لأن شكلنا يجوز لازم المسح. كذلك نبدا هذه قاوين الصحابة، يعني العدد من الصحابة، يعني كل اللي سيدنا أبو داود رحمه الله، كذلك ابن المنذر، الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله، كل التنين هان 13 صحابي، يعني كرد دمراو من الصحابي أفيت بتمسح تمسحنا في التقاشر. كذا منهم أنس بن مالك، عمر بن الخطاب، ابن عمر، إويس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، كذلك بلال، علي بن أبي طالب، البراء بن عازب، أبو أمامة الباهلي، سهل بن سعد الساعدي، عمر بن حريث، حريث، وعبد الله بن أبي أوفى. أنش كذا يعني الصحابة هاد كلهم يتبت في اللازم ما ستمسحنا في التقاشر، يعني التقاشر ديالنا تعجب التقاشر التوب غادي يجوزها في الاستمساح. مش كادي قال إجماع من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. الاثنين اللي هي يعني ربي الصحابة توك من الصحابة سكر الكل اتفق فيها الفعل وري لنا متني خالف مفهوم شكلنا أنا شكلنا اللي تقال إجماع إيك حجة إيك ثابت حماس إيك حجة حماس الشرع. أشكر براحة يعني القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الامام الشافعي استدلس ليت مسد الاجماع عن الصحابه ايقا حجه. كذلك الامام ابن حزم رحمه الله اشكون من هو كان اول المؤمنين ربرتني: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني من وزور الناس قال مؤمن يعني الصحابه اثنين في تجويز الايات فهمت اثنين اساسين قصاد ربي سبحانه وتعالى غير كذلك كل مدني تبع حماس الايمان. ولكن العبرة قلتين العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الصحابة تجمع نفهم شكاد ماسي زوج ومسلم مسح فماس نتقاشا. كذلك المذهب الناسيس ابن تيمية رحمه الله، أرسيس التيني تلميذ نس ابن القيم رحمه الله، كذلك ابن المنذر حماس الأوسط، ابن حزم رحمه الله، أرسيس التيني أبو داود، كذلك حماس المعاصرين، جمال الدين القاسمي، العلامة أحمد شاكر، ابن باز رحمه الله، ابن عثيمين، العلامة الألباني رحمه الله، الشيخ مقبل، ابن هادي، وادعي، وغيرهم. يعني أن شكل كل 60 العلماء الإجماع من الصحابة إلا فوق شكنا ما سيزوج أنا نمسح حميد أنا نمسح في التقاشر. الثاني كان الراجح في الصواب إن شاء الله. وكان إن شاء الله غير لا نبدر لا نصور في الشروط. اللي حنا نبدر الخوف الدليل الخوفين ما سيجوز لازم نمسح مسلم. كذلك التقاشر غير لا نبدل الشروط. الشروط المسح على الخفين او الجوارب يعني التقاشر لا بد ان الشرط تيغان تنديس في نص الطهاره، يعني يتوضا مسلم وقت اللي يتوضا يكمل لودونس يلس التقاشر، يعني السعدان الوقت اللي تشكى تزلي فيها ظني يعني لا يتوضا هكا فلاسني يمسح سواء الخفين ولا التقاشر فلاسني يمسح فقط. ما عندي ربي يتوضا يعني عندي ربي يلسد قشرنا عاد دريفتو اي توضا يمسح في لازمته لوضونا يبقى باطل يتوضا علاش اشكو ورد نتلسيت فيك قال لوضو يلسد تلسد في لوضو التوضا تلسد قشر ماشا تلسد قشر عاد دار توضاته لا بدا الشرط هو الزور توضا تمسح ما كان الدليل واش كان الدليل واش كان اللي قالت الحديث المغيرة بن شعبة إن ردت الدار صلى الله عليه وسلم إنك يحن في الأسرع هذا سكيس حميد هذا سكيس الخفين اللي ينسى باش يصير دار صلى الله عليه وسلم يدار ننسى إن يصير الرسول صلى الله عليه وسلم غير الجن الجتن هذه لسحت في الطهارة يعني الخفين هنا غير الجن التكور تكيس هذه لسحت في الطهارة وقال كاين تين الصحابة دار تخدم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي ريت الضا راه ستة وين أمان وين أسى يعني كل ما دي خصان كل ما دي خصان الرسول صلى الله عليه وسلم راه ستة وين الصحابة راه ستة كان بالدنيا تسحى مسا القضية الوضوء. كذلك يعني اشكو
لا نظريات المسألة غير يعني المدة المسح ما نقول تبدو أشكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن يمسح المقيم يمسح المقيم يوما وليلة. المقيم يعني هو اللي ولي يسافر وراولي المقيم هو النادي اللي يتمسح 24 ساعة اللي سنة، ولكن المدة المسح ما وقت تبدو ارتبدو الوقت اللي يمسح ماشي الوقت اللي يطب يستقاش روح ماشي الوقت اللي يستقاش تبدو راه تبدو 24 ساعة ستي تحاسبتو لا تبدو تحل المدة حلوك اللي تو مساح وكان سبعين الضابطة دغي مثلا يعني بنادم ينكر يعني زيك صباح واسلات يطو الضيل فجر يطو الضيل استقاش في الطهران يعني. اش كد تظليت الظهر يطو الضيل يمسح السعداد غير هذا تبدو التوقيت اللي هيمسح ماشي الصبح اللي هتنديلسا اوه الظهر اللي هيسكر المسح في قين تقاشر ماشي الصبح اللي عندي يطوب ضايل السند زيد الداحي الزلطي وجه يمسح في اللازن طيط يمسح في اللازن يعدي ربي يقوم دي سورة دي كسورة والو هذي يديشك الصبح لا الداح في اللازن دي يمسح آر الظهر الظهر المد الوقت اللي في اللازن دي يمسح الوقت الظهر انش كان نايت تقان 24 ساعة يعني السعدان يقصد داي السير دي دارمز يطوب ضايل السير دي دارمز داح تقاشر باش اشكو يات النقطة هاد نلغيل المدة المسح لوقت اللي راه يمسحو موسم فما سنت قاشرز هات وردارس العلاقة باش تكشم الوقت نتزليت شكون العدد نميد نار تغاد نار دارس نتيليان ظن ازد المسح يتعلق سماس الوقت نتزليت نهدا تكشم الوقت نتزليت اوه المسح القضية المسح وردارس العلاقة ستوقيت نتزليت توقيت الصلاة تكشم تزليت اوه الوقت ناكاهج ونطو الضات قالت لي تقاشر نانك في الوضوء المهم الوقت لنا توش كانت زاليت يعني توضات لا فلاس تمسح المهم ها نور دارت العلاقة ستوقيت زاليت لو قلنا كيعجبنا توضات توضات الزاد الوقت اللي توش كانت زاليت يعني مثلا هادي لا توضات تمسح في تقاشرنا المدة المسح تبدو الوقت اللي تمسحت ماشي الوقت اللي تلسي تقاشرو الوقت اللي تسكرت هو المسح استعدنا تبدو اي بدو ميت تبدو المدة المسح كذلك الشرط يسين يعني المدة التيغاند المدة هذه انت تنيتان بدر غيلا الشرط اللي زورنا لنا تنتلس في الطهرة الشرط يسين قالت المدة يعني ربي تزرير 24 ساعة المقيم يا ود ربي رسولي مسحوه أن الوضو نصيب تلو غصة غصة داها يعاود يكسدا تقاشرنا يتوضا يسير داها يضرنس وقودا نيس تقاشر تظليتنا داها يشكان هذه الفلاس يمس يعني المدة قالت 24 ساعة كذلك واللي يسافر نايت تمسح 3 ايام دير ربينا اني زايد وسط 4 ايام هنوض ننسي بطل كذلك الشرط والسين التيغان اللي جنبة دير ربي امو سنت الله فلاس الجنبة دير ربي ينكر زيك صباح مثلا زود زيك صباح للحد السلح دي ينكر زيك صباح يطو الضيل فجر يزال يطو الضيل ستقاشرنا يزال يويد ربي مثلا لا فلاس الجنبة هاتو وراشي جوز ميت فلاس انتي تضع فلاس انتي مسحة صلاة الظهر هو السلاح دوه ما لا يسكر يصدع يسكر الغوص الكامل يتضع يستقى جنس وقود انا فلاس جوز فلاس انتي داحي مسح اشكو الجنبة ميت غلسينا الحديث صفوان بن عسال انك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم انك يمرح الرسول صلى الله عليه وسلم يدور ربي نسافر انت مسح فماس الخفين ناد القجر 3 ايام المسافر واللي كان مقيم 24 ساعه انك الا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم يدير ربي مثلا بنان كذا يعني الغائط نا هدا البول هدي بن نقول اش كنا وريت نتقض المده المسح ماشي الوضوء يعني المده المسح يبرى الجنابه يتنتقض المده المسح كذلك لا نبدر كيفية المسح نارك العلماء أن يكون المسح على الجورب أن يبدأ المسح عند الطرف أطراف الأصابع إلى الساق يعني المسح ما يجي تقال وقت اللي تمسح تبدو تمدي في دني نوضار تمون ديزن دغيكا دار الساق غيكا هنا غيكا مثلا سواء لا تمسح تسيوفوس كله دني دار منك سيوفوس سواء تسكرتي في السنك غيكا تسي تمام تروش تمسح في دار منك غيكا تزريت في اللازم بحال بحال
افلا وحدوت يزدارو يزدارو لا تمسح نميدن يزدارو اللي سنانين واللي نانين تمسح تيزدار وناتي ميت وروافق الصواب وروافق الصواب لان اللي تيشكا حسن انا ابو داود الحديثه دي صحه ستين سيدنا علي رضي الله عنه اشكو ما يبقى عن سيدنا علي اللي حفت الكوفه يعني العراق كتين التمساح فما سي قدر ننز الخفين تقاشران زرمت كران تابعين زرمت ناسوها علاش لا تمسح حتى في الله خصها تمسح تيز الدار زعما هادي يز الدار يحتاج جنا يمسح شكون انت سد زيكيز ما زيزنينا الناس يكون الا الدين العاقل هادي يز الدار انا نمسح ولكن الدين انا نمسح حتى في الله يعني لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف اولى من اعلاه الناس بدا تدي سي الدين العقل قلنا لي تفكر مكني هادي يز الدار انا المسحيه ولكن لا الدين لله العقل الا سنا عقل غير اللي ديش كان في النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصها ميت تمسح حتى في الله ماشي يزداد وكان دريا المسألة غيد يعني بنان ميح ديو ربي يعني ربي بنان اللي توضاني مسح يلستقاش المثال كذلك أننا السلحت يتوضى بنان مزيك صباح هو السلحت يلستقاش يظل في جرمز يبقى في الطهارة يبقى في الطهارة مثلا نار 11 وزاد يوم زلو دونس يعني لو دونس وريرزا ار 11 وزاد يود ربي كستقاشرنا يكيسنت يسالا كرا الحاجة ولا كرا يررن داح تقاشرنا يحديو ربي رورنتين داح مادام لو دونس وريب تلو راوالو هان لف لا سنتي يمسح وظلي تنادي واش كان هادي لف لا سنتي يمسح ولكن يحديو ربي كيستقاشرنا يكيسنت يعني لو قتل الحياة فلا سنتي يمسح مثلا لأن يزول الصبح يزول تظلت الصبح هو السلحد يستقاشر نس يمسح في اللازند يشك تظلت الظهر مثلا تقرب الظهر ولكن لدون سي يرزا يكس تقاشرنا يرار ندين داح اللي حكم تكيس يلسن داح إنه بلادي هذه لكم الظهر تضاح مسحة أو السعدان لدون كيف طلع لاش أشكو لو كلي ندين درور دور ندين درور في الطهارة ينتقد لدون أشكو من قولة الثانية صحان يعني هدي ربا مسلم ريد تضا إلك ما دارا فاسي السيرت إلسا ستتقاجرد يريد دعسو دارا ظلما دي السيرت إلسا ستتقاجرد أنا نشكلنا هاتي يصحاب أنا نولي إن أنا يبطل 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 أماسا لدونا وريج زف الأسمس هذا هو دارس فكران الدليل ورتبنا نفكران الدليل لكلامنا أرسي ستيني يعني ابن حزم رحمه الله الشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ابن المنذر هدي ربي نساء مسلم هي تضى يدر بري تضى يصير ده دار فاسينز استت قشر هذه لا يفتو يريد حصو دار نصص لما دي سبت استت قشر يعني اش كتقول له الناس العلماء يصحلو ضو هو اللي تضى نسون شكلنا كذلك المبطلات المسح هذه ربما نبدر نيت استيغان المبطل اللي زوار استيغان الجنبة واللي قلت له الجنبة يخصها يغتسل يعود من جديد كذلك انت على المدة هذه ربي تزري 24 ساعة المقيم الدول اللي يسافر نزرين ثلاث ايام ان المدة المسح هذه يعني تكمل الصداع يعاود يغسل يغتسل غادي يطد داخل وضوء من جديد كذلك النزع يعني ربي من المكسة بعد ما يسكر المسح كستة قشرة ينتقد لدونز يعني ربي تكسر غيريات ترارت 60 داح من بعد اللي ينتقد لدونز انا نشكلنا كل تاريخ تنتقد لمده المسح خصها مالا تسكرت داح تعاود تلوض من جديد شكل الدنيا واحد المسألة يد بالسبعين العلماء نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا أن طلب ربي سبحانه وتعالى هذا حق حولي السفل دنيني ووالتي بوان ماتيافن قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.